جبر ما كسر. هذا خويا عدو 6 شهور المرقد من مصاب تيمان تنطلبوا فيه 1500 درهم مزوده فيها خويا شي 6000 حتى 8000 هي ديال المزوده في هذا الخروف دايس التبيحه عدو 6 شهور السبب اخويا من العلف غلا الجفاف او ثاني زيد الجفاف كاين اثمنه غاليه شحال من حاجه هرست الفلاح تتشكى عليك بزاف مواطن ما عديش ما في حاليش هذا غالي شحال فيه من كيلو وين الله يحسن العول الجميع تاع الالف غالي وشحال من حاجه غالي والو خويا ما دعمونا كاع جابوا لنا خيشر ديال الزرع ب 3200 عدوا لنا ب 5000 ريال هذا الشيء لك هادير النخور جابر النخور اخويا دايره 3000 الشمندر داير 6000 السكاليم داير 11000 الميزين ديال الخروف كل شيء غالي الله يحسن العون وصافي للجميع شنو كنتي كتعلم وانا خويا كنت نطيم السكاليم والدريه والنخاله الثمن كاين ضروري من الثمن ما كاينش طيح الثمن اللي بغى يهبط السوق يدير 5000 درهم في جيبه ولا بغى يشري شي حاجه مزيان بغى يشري شي حاجه نص ثمن 4000 بغى يشري شي حاجه اقل ثمن 3000 درهم مرقم صاحب بن احمد ثمن مناسب كلشي مزيان كلشي عيد صار حوالي 30 من 30 وطلعت ل 120 حتى ل 140 راك على قد لا قد واحد وصاحب يعيد مزيان العلف غالي يا خويا العلف غالي العلف غالي بزاف كاع وكان يبقيو 60 70 كله الثمن ديالو ديال 120 يبقيو 100 يبقيو 110 كله ثمنه ما كاينش كذا وكاين شي غالي توا ولكن واحد الله يحسن العون واحد مكره